انا قبل ما نكون فنان تونسي انا مواطن تونسي، انا مواطن عربي، عندي دور اجتماعي وعندي وعي اجتماعي. معناها كي نقول دور ووعي، دونك حبيت نقول انا انسان قبل ما نكون فنان، وانا نتكلم ولا نغني باسم المواطنين. هذيك علاش سميت روحي مهدي R2M، على خاطر الفن R هو الفن، 2M تاع المواطن تاع مهدي تاع المسلم تاع المؤمن تاع اي حاجه تبدا بميم. هذا هو بابا خويا ولدي راسومبلمون دي شان دو بيدي من اللي جات لك سيدي. الشارع شانا حبوا التغيير مش الصالة، بتصنع وحشرنا حصرنا الكلاب كلنا غادي دوسي بين البلدان رفع راسي. انا توسي في ارض غشي مالي بيختي دي ويا يا 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 انا توسي. فن الموسيقى في تونس قبل الثورة ماهيش نفسها اللي بعد الثورة ولا في الثورة، خاطر احنا مازلنا فيها الثورة، مازلت ما صارتش بكثير الأمور. قبل الثورة كنا في قمع وفي تعتيم إعلامي، خاطر كانوا يخافوا من الكلام اللي يقولوا فيه في غنياتنا. أنا واحد من الناس كما دي R2M تعرفت المشاكل، تعرفت التهديدات، وتعرفت ما نحبش نقول سجن، ما كانت تقلقات. يعني احنا في تونس كي تعمل ألبوم كما هذا تنجم معناها تهبطوا إلا ما تتعدى على وزارة الداخلية، اللي هي حاجة غريبة، مش رقابة، ما وزارة الداخلية باش تشوف الكلمات، حاجة صعيبة شوية. جات الثورة توا تبدلت الأحوال إن شاء الله، الناس كل ولا تنجم تغني في التابو اللي هو السياسة في تونس، كان تابو كبير ما حتى واحد ما ينجم يحكي فيها. الحمد لله توا الثورة الناس كل تحكي في المشاكل تاع المجتمع اللي قاعدين نشوفوا فيها، وتحاول انها تعطي وجهات نظر مختلفة. كي كان نجم الناس الكل تسمع تختار وجهة النظر اللي نجموا نشوفها. دونك ان شاء الله بعد الثورة تكون الأحوال أحسن من هكا.